ما هو سر سورة ياسين؟ مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردنا توضيح ما هو سر سورة ياسين. أعزائي، يتفق أهل العلم كما نعلم على أن القرآن الكريم بكل سوره وآياته محض خير وبركة، وكما نعلم بأن سورة ياسين من السور التي روي بشأنها روايات كثيرة، وجاء في بعض الروايات أن قراءة سورة ياسين سببا في مغفرة الذنوب وتكفيرا كبيرا للسيئات. فبالتالي أعزائي، أتمنى لكما بإذن الله سبحانه وتعالى دوام الصحة والعافية، وألقاكم في حلقة جديدة وأخرى.